السلام عليكم، معكم ورقة عمل استخراج من الفقرة الثانية من نص رحلة في عالم البحار اللي بتبدأ إن أول لعند الأعماق. أول شيء بدي فعل متعدي إلى مفعولين، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، اسم إشارة، نعت مرفوع، ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، فعل ماضي مبني للمجهول، اسم إن منصوب، جملة فعلية في محل رفع خبر كان. الاستخراج معاكم واجب وعليه علامات.